رح نكمل حديثنا مع ضيوفنا. كنا عم نحكي معك ست تغريد عن القصص. انت حكيتي انه في نوعين من القصص، في قصص بتعلم القراءة وفي قصص ايضا تعطي للطفل متعة القراءة. احكي لنا اكثر الموضوع اللي كنا حكيناه قبل الفاصل. هذا موضوع مهم كتير، لانه في بعض من الاهالي يعني بصير عندهم اشكال بس يتعلم الطفل بيروح على الصف الاول ابتدائي بحسبه انه خلص الام او الاب ما لهم دور انه يقرأوا له القصص، لانه هو لازم يقرأ لحاله. لكن في هاي المرحله بيكون الطفل لساته بالنسبه له بجاهد للقراءه لسه لا يقرأ، فهي مش متعه، بكون حتى عماله بركز يحلل الحروف وهيك. انا بنصح كل الاهالي انهم يستمروا بالقراءه لاطفالهم حتى لما وصلوا الصف الثاني الثالث اذا هم بيستمتعوا بهذا الموضوع، لانه القراءه للطفل بصوت جهوري يعني إلها غرضين، غرض واحد هو أنه يستمتع بالقصة ويسمعها، والغرض الثاني هو التواصل ما بين الأهل وما بين يشتركوا بإشي معين. تنين في نوعين من الكتب اللي كمان مرات الأهالي ما بيميزوا بيناتهم، في القصص للأطفال اللي هي عشان بتكون معمولة ومدروسة علشان تعلم القراءة، مثلا زي ما أنت حكيتي ممكن تبدأ بصور بعدين تصير كلمة بعدين تصير جملة بعدين تصير جملتين أو ثلاثة، هذه تدرج في تعليم القراءة. وفي قصص هي بتكون للاستمتاع بالقراءة، ليسمع الطفل القصة ويعرف يعني عن إيش الموضوع ويتحمس فيها، فممكن تكون هي مستوى أعلى من القراءة تبع الطفل. فما أنه إحنا نلغي قصة نحسب أنه والله هذه لا أكبر منه لأنه فيها أربع أسطر هو لازم يقرأ سطر واحد، إحنا هيك بنكون منحرمه من إشي أنه يستمع لإشي. دائما حاولوا أنه تعطوه مستوى أعلى شوي من مستوى للقراءة الجهرية اللي بتكون معه. أها. أوكي. هلا رح أجي لك ستنا، هلا حضرتك بتكتبي كمان مسرح غنائي، وإحنا عم نحكي على الاستمتاع باللغة، استمتاع بالمعلومة. هلا ليه مثلا اخترتي المسرح يكون غنائي؟ يعني بدي أكد على اللي حكته ست غريد، جدا دقيق من موضوع المتعة. هو الأدب عامة مهما كان له دور خطاب معرفي أو توجيهي أو تربوي لازم يحقق المتعة. شرط المتعة أساس في أي خطاب مقدم أدبي للطفل أو حتى للكبير. من هون أنا بدخل على موضوع الأغنية. يعني أنا عندي قناعة أنه الغناء هو الأقدر على الوصول إلى ذاكرة الطفل وأن يعلق بالذاكرة وأن يسيطر على مخيلة الطفل أيضا. يعني من تجربتي مثلا في الكتابة للمسرح كنت يطلعوا الأطفال من المسرحية خصوصا بعد ما أنه يشوفوها مسموع مرئي يغنوا يرددوا. يعني موضوع الإيقاع بعلق بالذاكرة أكثر من الكلام المكتوب. طبعا مع أهمية الكلام المكتوب، والكلام المكتوب حتى لو ما كان مغنى لازم يجب أن يكون فيه هناك ثمة موسيقى داخلية في القصص المقدمة للطفل اللي هي سلاسة اللغة، بما معنى سلاسة اللغة وجمالياتها مهمة جدا في تقديم القصة حتى لو كانت القصة تعليمية. يعني عشان هيك يعني معظم كتاباتي حتى في كتابة القصة المحكية غناء، يعني اعتمدت الشعر الغنائي في كتابة هذه القصص وبالتحديد المسرح، لأن المسرح يعني فعل آخر تتدخل فيه عوامل فنية أخرى، موسيقى وصورة وحركة جسد، فلا بد من تفعيل هذا المشهد برمته من خلال الموسيقى ومن خلال الكلام المغنى. الكلام المغنى أيضا بضبط الفكرة، وحتى لاحظت أنه ممثلين يكونوا مستمتعين أيضا، فما بالك الطفل المتلقي. يعني الحديث في هذا الجانب أيضا يطول لأنه له كمان تبعات. أحيانا بما يتعلق بالمسرح، إذا كان الحديث عن المسرح، إذا استطعنا أن نوصل خطاب المناسب للطفل عبر هاي الخشبة اللي هي أخطر أنواع التلقي بعتبرها، لأنها هي بتكثف القصة وبتكثف الموسيقى وبتكثف الأداء وبتكثف المشهد البصري، يعني تتلخص فيها كل الفنون اللي ممكن نقدمها للطفل. أو حتى في جانب القراءة، إذا قرأ الطفل أعتقد أنه إذا قرأ الطفل قصة أو حكاية أو مسرحية مغنى إلى حد ما تعلق بالذاكرة أكثر من القصة المقروءة. نهلة كمان في عندك قصائد بكتب وزارة التربية والتعليم، أضيفوا معك إشي منهم نسمع منهم؟ معي إشي
بحب طبعا أنا يعني كنت سعيد جدا بأنه كلفتني وزارة التربية والتعليم بكتابة عدد من القصائد حتى بالصف الأول بالصف الرابع، بعضها نشر في المنهاج المباشر وبعضها بما يسمى دليل المعلم اللي هو المنهاج المساعد لوزارة التربية والتعليم. حلو. اللي أنا بتمنى على المعلمين أنهم يستفيدوا من هذا الجهد اللي بتقدمه وزارة التربية والتعليم. دليل المعلم هو بيساعدهم كيف يقدموا المعلومة بيساعد للطفل طبعا بيساعد الكتاب مثلا دليل المعلم هون عنا في العلوم الاجتماعية والوطنية، هذا جهد عالي أنا بثمنه لوزارة التربية والتعليم، وعم يعني عم تستعين بدليل أنهم يعني عم يتصلوا فيي على أساس أني أقدم قصائد، دليل على اهتمامهم بأنه صح. ولكن أحيانا كما لاحظت يعني بالعلاقة مع المعلمين أنه ما في هناك التزام يعني من قبل بعض المدارس في هذا المنهاج، فأنا أدعوهم من هذا المنبر أنهم يستفيدوا من هذا الجهد طبعاً. المقدم اللي هو مساعد للمنهاج صح. الأساسي صحيح. وبعض القصائد يعني نشرت في بعض في المناهج وبعضها في دليل. أنا أؤكد دائما على الخطاب غير المباشر وتعزيز الإيجابي وليس السلبي. يعني في المواضيع اللي تطرقتي لها بالقصائد اللي قدمتيها لوزارة التربية بالقصائد اللي بعضها تعليمي وبعضها تربوي أخلاقي أخلاقي ولكن وبعضها حقوقي، يعني أنا سررت بهذه القصيدة المكلفون عن حقوق الطفل. دائما اعتدنا على خطاب أنه نطالب وأنا محروم وأنا مظلوم عبر وسائل الإعلام من الخطاب، هذا الخطاب دائما أنا أميل لما هو إيجابي طبعا. ومن هنا يعني إذا في مجال أقرأ النص لأن النص يقدم نفسه أكثر من أني أقدمه. لأي صف هاي؟ للصف الثالث الابتدائي. أوكي. فإذا كان الموضوع كان المطلوب مني عن حق الطفل قلت فيه حقي هنا أنا هنا أنا هنا في موطني كل الهنا فيه الأمان والفرح فيه السلام والمرح حق الحياة والعمل حق الحياة والعمل العلم نور وأمل خير الحقوق عندنا فصحتي كنز الدنا أنا هنا في موطني الشر لا يمسني قلبي إليه ينتمي في حضنه ويحتمي يا حبنا يا حلمنا الأرض والسماء لنا. يعني هنا قلت إنه إني بأسلوب غير مباشر إني لأني أنا في وطني وإنه هاي حقوقي وأنا بتمتع في هاي الحقوق بما إني أنا في وطني، يعني بأسلوب غير مباشر خليت الطفل يقول إنه هاي حقوقي بدون ما أقول إنه أنا ليش محروم، لأنه مش الكل محروم، في فئات محرومة بس هاي هي صح. الحقوق من باب التعريف صح. الإيجابي دائما تعزيز الإيجابي يعني أمين الخطاب الإيجابي. طبعا اشتغلت عدد من قصائد الحكايات الغنائية اللي هي موجودة أصلا بالموروث ولكن أجل إيصالها للطفل طريقة سلسة إذا كان في مجال فيما بعد عن طريق الأغنية. طيب ست تغريد بما أنه إحنا عم نحكي عن المدرسة أكيد المدرسة لها دور إلى جانب دور الأهل، يعني الأهل في البيت زي ما حكيتي بقصة قبل النوم إني أعلمه كيف إنه قد إيه أهمية الكتاب يحب الكتاب بطريقة اللعب عن طريق القراءة، أيضا المدرسة لها دور تشاركي مع الأهل بإنهم يحببوا أيضا الطفل في القراءة ويورجوا قد إيه مهمة القراءة لإله، احكي لنا أكثر عن هذا الدور. صحيح كثير لهم دور مهم ومعزز معزز من ناحية إنهم إذا أعطوا الأهالي الفكرة أنه هذا إشي مهم كتير وجزء من كونهم في المدرسة وجزء من حياتهم الكتاب والقراءة، فالأهالي اللي ما بكون هم كتير وعيين ممكن يصيروا يهتموا بهذا الموضوع، فهذا كتير مهم. تنين الاهتمام بيصير كمان بطريقة مباشرة، كنت عم تحكي عن مدرسة بناتك وكيف انه كل اسبوع في عندهم اللي هو الواجب هو عباره عن قصتين، قصه بالعربي وقصه بالانجليزي صح، فشوف ما احلى انه القصه عم توصل وبعدين الطفل من هو صغير من الروضه ما عم بتعود انه يحس باهميه الكتاب لانه عم باخذ الكتاب على البيت وعليه يقراه هناك يتشارك مع اهله ويرجعه على المدرسه، فلما بتنمو العلاقة مع الكتاب بالبيت وبالمدرسة وبتستمر فهذا أكيد شيء كتير منيح. صحيح. أوكي هلأ نحن دائما بنعرف أو بنقول إنه هناك كتب مترجمة للعربية، ولكن اللي لازم نعرفه أنه في كتير كتب أطفال بالعربية ترجمت للغات تانية واللي هي من كتب تغريد النجار. هلأ في عنا كتاب البطيخة هذا الترجم لإيش للإنجليزي؟ هذا لسه هلأ في طور في طور الترجمة، بعدين في عنا كتاب ما المانع هذا ترجم للغة الإنجليزية وفي عنا كمان كتاب تاني ست الكل ترجم للإيطالية. طيب خلينا نعرف هدول القصص اللي ترجمت مثلا ست الكل شو قصته؟
ست الكل هو رواية لليافعين، وبحكي عن فتاة هي مستوحى من قصة حقيقية لفتاة في غزة، عايشة في غزة، اسمها مدلين كلاب. هي بوجه لها تحية هلا إذا عم تحضر مسؤولية بتكون قصتها، يعني هي استوحيتي مش منها. قصتها استوحيت القصة لأن القصة خيالية، ولكن أخذت الفكرة من قصة مدلين. مدلين صارت أصغر صيادة في غزة، لما والدها ما قدرش أنه يطلع يصير صياد صارت هي تأخذت القارب وطلعت. طبعا كونها 14 سنة وفتاة وفي مجتمع محافظ جدا مثل غزة، واجهت مشاكل مع بالمجتمع المحافظ، وبنفس الوقت واجهت نفس المشاكل اللي بواجهوها الرجال والصيادين العاديين مع الاحتلال الإسرائيلي. فهي قصة بتحكي عن هذا الموضوع، وبتفرجي عن صلابة الفتاة وكيف إنها قدرت توقف بهذا الموضوع. في هذا الكتاب الثاني ما المانع، على بلاحظ انه كثير من رواياتك ست تغريد بتركزي على تمكين الفتيات. ست الكل ترجمت للغات لانها بتحكي عن قصه صراع فتاه مع الاحتلال الاسرائيلي، وكمان ما المانع هاي ترجمت للغه الانجليزيه. صح. شو بتحكي قصه ما المانع؟ ما المانع هي انا موجود القصه حطيتها تاريخيه، يعني من بدايه القرن العشرين في قريه، والقرية أنا اللي حطيتها القرية فيها بفلسطين اسمها لفتة، وهي قرية أهلي. فأنا مع أنه بس بذكر القرية، ولكن أنت عمدت أعمل هيك لأنه إحنا عادة نبكي على الأطلال، ولكن بصير كل الموضوع زي كأنه مش موجود. فأنا حبيت بأدب الأطفال أنه أخليهم يشوفوا كيف كانت الحياة في مثلا قرية هلأ صارت مهجرة بوقت قبل ما أنه تتهجر. اللي بتحكي عن مسحراتي، وسحراتي هو بيطلع من يوم من الأيام ما بيقدرش بهاي القرية الصغيرة، ما بيقدر يطلع لأنه مرض، هو له 30 سنة عمره ما غاب عن عمله. فعنده بنت، فبنته بتقرر بتقول له أنا بدي أطلع، فبصير حوار بيناتهم وقلها طب كيف أنت بنت وكيف بدك تطلعي وكيف بيصير وشو بتقدري وشو. طبعا هذا نوع من الحوار فيه رمزية إنه البنت إذا أنت أهلتها أعطيتها ضوء أعطيتها مساعدة ممكن إنها تواجه هذا الموضوع، وبتمشي بتطلع هي، وبشاركوها كل الأطفال اللي بالقرية كمان، كل واحد اللي ما عنده طبلة بيجيب أي آلة موسيقية، فبترزق كأنها آلة موسيقية بتمشي بالقرية بتصحي فرقة موسيقية بتصحي الناس كلها. كثير حلو. احنا دائما بنقول انه قصص الاطفال بتعيش الطفل تجارب هو ما راح يعيشها في حياته الطبيعيه. صح. عم تنقله للمسحراتي، عم تنقله لغزه للسفينه، عم تنقله على كثير مغامرات. بس هون كمان لفت نظري ست تغريد انه القصيده او الاغنيه المسحره كتبتها خالتك بالزمانات، مش هيك؟ كتبتها خالتي سلمى الماضي، وهي عايشة بحيفا وظلت بحيفا بفلسطين. هلأ الله يطول بعمرها بداية التسعينات إن شاء الله. بس هي كانت صبية كانت تحب الكتابة كتير، فكتبت واشتغلت مع الأطفال وكتبت لهم أغاني كتير فأعطتني إياهم. بتحبي تقرأينا شوي منها؟ أنتوا لحنتوها مش هيك؟ لحنها كأغنية. بتقول المسحر بيطبلي طب 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 على الطبلة، بيوقف تحت الشباك ليلي ليلي بندهلي، بينادي يا عبد الله يا نايم وحد الله، بيطبطب على باب الدار بيفيقنا كبار صغار، منفتح عينينا ومنغسل ايدينا، منتسحر ومنتحلى ومنشرب شاي ومنتسلى، بيقوم البابا يتوضى حتى يصلي ويترضى، بتقوم الماما معاه بتصلي هي وياه، بيودونا حتى ننام بيغطونا بالحرام، منصير نحكي وشواشة نضحك ضحكة فرفاشة. يا الله شو حلو عن جد، برافو. يعني من تعرفي الكلام السلس السهل الممتنع زي ما بيقولوا، يعني قدي بتشوفيه سهل بس ولكن تجميعه هيك والقافية الحلوة فقدي إشي حلو. كمان يمكن من الأشياء اللي أنتوا عملتوها ست تغريد جمعك وإعدادك اللي هي هزيج الطفولة المبكرة، يعني أنا هذا من الأشياء اللي تربوا بناتي عليه صراحة، من بنتي من عمرها سنة هي بتسمع بهذا السي دي اللي جمعتي من خلاله أغلب الأغاني الجدات اللي كنوا يغنون إياهم حتى تيتا، ويمكن دام يعني أغاني كتير قديمة، حزورة فزورة وطاسة ترنطاسة وغيره من هاي الأهازيج المبكرة، فأنت سميتيه أهازيج الطفولة المبكرة. من إجت هاي الفكرة وقديه مهم زي هيك إشي إحنا نضلنا يعني يقرأ؟ أنت اللي عملتيه إنه عبارة عن سي دي وكمان كتاب من خلاله زي قصة الأغنية مكتوبة يعني مع صورة، صح؟ صح.
فكيف هيك اجت الفكره وقد ايه مهم هيك للاطفال توصلهم الاغاني القديمه مكتوبه وملحنه ومسموعه؟ بدت الفكره معي من وقت ما كانت بنتي صغيره. هلا بنتي اللي قلت لكم عندي حفيد منها لما كنت احطها بحضني بدي اقرا لها بدي اغني لها اغاني وهيك ما الاقي غير بالانجليزي مظبوط. فأنا عم بقرأ لياهم وهذا أفكر أقول ليش ما في عنا بالعربي ليش ما في عنا ضل هذا الموضوع بديت أجمع فيهم من هداك الوقت. أوكي. وطبعا أنتوا عارفين أنه ما كانش الأمور بتساعد أنه الواحد يخرج في مثل هيك مشروع. فلما صار المشروع له وقته أخرجناه ونجح نجاح كتير لأنه إحنا حبينا نوصل للأمهات الصغار الصبايا اللي هلأ عم بيطلعوا إنه في عنا إحنا هزيج أو أغاني وبالعربي شعبية مهم. وبالعربي وحلوة كتير وبقدر يغنوها مع أولادهم وإلها معاني إلها معاني لأنه هلأ صاروا عم بنسوا. صح. ففي كتير من الناس يمكن بتذكروا أولها بقولوا إيش بعدين. أيوة زي باح باح يا باح يا باح يا باح يا باح موجودة موجودة هون يا باح يا باح يا علق التفاح في كمان أنا اللي بحبها كتير يا رب تشتي أروح عند ستي تعمل لي فطيره قد الحصيره اكلها وانام واصبح جوعان. هاي بتذكر تيتا كانت تغني لنا اياها. يعني قد ايه حلو هاي الاشياء لحنتوهم وبلحنهم لحنين زي ما قلتي هند حامد. صح. هي اللي غنتهم صوتها كثير حلو. شكرا على المتابعه. لا تنسوا تشتركوا بالقناه لتشوفوا كل شيء جديد.